الدين دا عبد الحافظين ياسي دويك حدرف بوعين سفيان الرحيمي، هادو اللاعبين الرسميين الان اخوان كارلوس غاريدو في حديث مع ليما بابيدي في انتظار كما قلت التغييرات والاوراق اللي غادي يرمي بها كل مدرب هذه الجوله الثانيه اللي تعطات انطلاقه ديالها من خلال الصافره ديال الحكم توفيق كولر. نتمنى بانه الايقاع كذلك يكون ايقاع سريع حتى نتابعوا محاوله تسجيل نتابعوا اهداف في هذه الجوله الثانيه. مياسي مباراه ممتازه لعبد كبير الوادي انطلاقه من الجهه اليسرى، هذه فرصه لفائده فريق اتحاد طنجه بوسط مدينه النغمي. مدينه النغمي شغادي يعمل مدينه النغمي كيحاول انه كيمرر اتجاه اللاعب اسامه غريب، رفع الكره ولكن اعتقد بانه تلحق بالكره لاعب فوزير الوقت اللي كان بامكان الدين دا انه يقطع الكره. عمر العرجون احمد الشنتوف سننتظر رده فعل فريق الرجاء من اجل العوده في نتيجه هذه المباراه. من عيسى بن عمر كيرجع الكره للحارس طارق قطاح. كما ذكرت بانه دائما اللقاءات اللي كتجمع بين اتحاد طنجه والرجاء سواء هنا بطنجه او بمدينه الدار البيضاء بالمركب الرياضي محمد الخامس كلها لقاءات كتكون فيها اثاره فيها تشويق وكذلك فيها اهداف. احمد شنتوف كان كاين خطا لفائده عمر بوطيب. في الوقت الذي اللاعبين الاحتياطي ديال فريق الرجاء كيمشيو لمكان مخصص لهم لعمليه ديال الاحماء. شرط غادي ينفذوا اللاعب ديندا بولر عبد الى حافظي. ترجع الكرة للمدافع سند الورفلي. مياسي من جديد سند تمرير عند الحافظي والحكم كيعلن يعني الخطأ لفائدة فريق الرجاء. ذكر بأنه الجولة الأولى ثلاثة ديال الركنيات لاتحاد طنجة وركنيتين لفريق الرجاء على مستوى الأوراق الصفراء ورقة لاتحاد طنجة كبير الوادي والمدافعين يتحدث كذلك عنده ورقه في بن حافظي كيساعد التمرير تنفيذ هذا الخطا. وحمد الفوزير كيلعب كره بعيده مشى اللاعب عبد الكبير الوادي. عبد الكبير الوادي قيم بدور كبير خصوصا على مستوى الهجوم. سفيان الرحيمي عند زكريا حدراف تمت فرصه لفائده فريق الرجاء. زكريا حدراف زكريا حدراف كيمرر وتدخل عصام الرقي ثم المدافع اسامه غريب اللي كيبعد الكره في جناح مهدي النغمي. طرت كره لاحمد شنتوف وسط الميدان عند مهدي النغمي. الحكم استعد رفع الرايه بالفعل تسلل على اللاعب مهدي النغمي. بالفعل تسلل واضح للاعب مهدي النغمي. كيف سفيان الرحيمي الان يقود محاولة لفائده فريق الرجاء. سفيان الرحيمي سفيان الرحيمي شغادي يعمل كيمرر هذه فرصه لمدافع فريق الرجاء ولكن ما كاينش كانت متابعه الكره ما تجاوزتش الخط. كانت محاوله ولكن ما كانش هناك متابعه. شرط لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. بدايه هذا الموسم كل فرق كل انديه طموح واحد هو تحقيق نتائج ايجابيه ارضاء الجماهير والانصار وانهاء الدوري في مرتبه مشرفه. هناك خطا كان تدخل امام لاعب زكريا حدراف او لاعب محمد دويك اذا سقط في ارضيه الملعب. الحكم كيطلب من الطاقم الطبي دخل حتى نوع الاسعافات الاوليه. لاحظوا هناك دماء على مستوى الفم ديال اللاعب محمد دويك. عصام الرقي اللي كيواجه اصدقاء الامس بما تشجيعات متواصلة من جماهير الفريقين في هذه المباراة.
طويله هذه فرصه من الجهه اليمنى ديندا هناك خطا هناك خطا اللي تذكر حق اللاعب الكابولي زكريا حدرف سفيان الرحيبي سفيان الرحيبي حتى الان باقي متابعنا على مستوى الهجوم ديال فريق الرجاء لانه كيبان لي هناك تلاعب مع الشيء ديال الخطوط ديال فريق الرجاء كرة في الشرط لفائدة فريق اتحاد طنجة الرجاء اللي لعبت العديد من المباريات سواء على مستوى منافسات الإفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية تربنا الرجاء كان مسار ناجح على المستوى الإفريقي الدور الإقصائي تخطى كل من وادي موريتاني وزنك وزنبي دور المجموعات هذه فرصه جابت فرصه لبعيده فريق اتحاد طنجه سيدي احمد الشنجوف وتدخل انس الزيتي في المكان المناسب كانت فرصه لبعيده فريق اتحاد طنجه ولاحظنا اكيد هذه مول من الخلف احمد الشنجوف يمكن انه يقطع كره من مقابل الفرصه فرصه لبعيده فريق الرجاء الجديده للاعب حسن بوعين اللي مشات فوق المرمى حسن بوعين اللي كان مضايق من طرف لاعب عمر العرجون تابعوا من جديد المحاوله الاخيره التمريره من الجهه اليمنى لاحظوا احمد الشنجوف كان الاسرع وبالتالي فرصه كانت خطيره لفائده فريق اتحاد طنجه الوقت اللي كان بامكان حسن بوعين انه يقطع الكره كانت المسار الناجح لفريق الرجاء دور المجموعات كانت خطا كل بيتا كلوب دوار اصداف الغالي وعاصي كابيتشون الدور الربع كان واجه كعب رازافيل الكونغولي والدور التسريعي اقصى واحد من اعتاد الانديه الافريقيه فريق انيبا النيجيري 1-0 في الذهاب انتصر في لقاء الاياب في مدينه الدار البيضاء بهدفين بهدف واحد في الوقت اللي خوان كارلوس غاريدو يستدعي محسن ياجور غادي يكون اول تغيير والتمرين في فريق الرجاء لما المباراه عاد متوقفه سقوط عصام الرقي اللي مازال في تلقى الاسعافات الاوليه بانتظار انه قد يكون هناك تغيير كذلك في صوب فريق اتحاد طنجه امام اللاعب سفيان الشراف وجماهير الرجاء تواصل التشجيع تواصل المسانده في الفرق الكبيره رغم الخساره رغم الخروج من منافسات بقيمه كاس 12 ولكن كان تابعوا جمهور كبير ينتقل من جديد من مدينه الدار البيضاء لمدينه طنجه من اجل مسانده فريقها هذه المواجهه وكذلك بانه تعبت منحو الثقه بانها راها بجنبو خصوصا كما قلت فريق الرجاء اللي كنتظروا مباراه مهمه برسم نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه امام فريق بحجم فريق بيتا كلوب الكونغولي غنتابعوا التغيير تغيير اضطراري خروج اللاعب عصام الرقي اللي كيغادر الملعب باش تكون هناك اصابه بالغه ودخول اللاعب سفيان الشراف اول تغيير في صوب فريق اتحاد طنجه في انتظار التغيير القادم بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي لاعب بعد خروج عصام الرقي ودخول الشراف على محسن ياجور غادي ينتظروا مكان من محسن ياجور تالي كيحاول خوان كارلوس غاريدو انه يعطي دفعه اخرى على مستوى الهجوم ديال فريق الرجاء كانت كره طويله سقوط اللاعب ديندا الحكم المساعد رفع الرايه على الخطا لفائده فريق الرجاء في وسط الميدان سند الورفلي محمد الدويك خطا لفائده فريق الرجاء الحكم كيطلب عدم تنفيذ الخطا حتى انه يتم الان التغيير اذا خروج اللاعب حسن بوعيد ودخول اللاعب محسن ياجور حسن بوعيد لاعب شاب اعتقد مازال يحتاج بعض الوقت حتى انه يدخل ضمن المجموعه ليس بالسهل
اندماج مع فريق بقيمه وبحجم فريق الرجاء، خصوصا الضغط على اللاعبين. عمر بوطيب بالجهه اليمنى، عمر بوطيب فريق يعمل دائما محتفظ بالكره، عمر بوطيب ذكي تمكن انه يضرب الكره في لاعب عمر عرجون، وبالتالي الزاويه لفائده فريق الرجاء من الجهه اليسرى لمرمى الحارس طارق قطاح. تبعوا الفرصه عند إلال حفيظي، رفعت الكره ولكن ارضيه كانت سهله من اجل ابعادها طبعا على المرتد الهجومي عبد الكبير الوادي. انطلاقه ديال احمد الشتوف، هذه فرصه لفائده فريق اتحاد الرجاء. محمد الوزير، خروج على الزليتي، خروج موفق لانس الزليتي دون ارتكاب الخطا. انس الزليتي خروج في التوقيت والمكان المناسبين، يقول انه قطع كره كانت خطيره وخطيره جدا على مرمى فريق الرجاء، خصوصا انه محمد الوزير كان غادي يكون وجه لوجه مع الحارس انس الزليتي في الوقت اللي الحكم الان كيشهر ورقه صفراء في وجه اللاعب عمر العرجون. انذار الثاني بصفوف فريق اتحاد الرجاء. لاحظوا التمريره الممتازه من اللاعب احمد شنتوف، ما زاد من قص وضع الكره امام محمد فوزير. لاحظوا الخروج والسرعه ديال انس الزليتي اللي قطع هذه الكره، وبالتالي دون ارتكاب الخطا. تابعوا هذه الكره الثابته، خطا لفائده فريق الرجاء عبد الاله الحافظي. غادي يحاول يلعب الكره داخل المعترك الحافظي. كان هناك تدافع داخل مستطيل العمليات، الحكم وقف المباراه. لاعب سفيان الرحيمي قد يكون الانذار لو كان تدافع بينه وبين عمر العرجون. عمر العرجون عنده انذار، غنتابعوا من جديد. لاحظوا هذا التدافع، وبالتالي الحكم الان انذار شفوي للاعبين. اذا غنتابعوا الان تنفيذ الخطا عبد الله حفيظي. رفع الكرة داخل المعترك وتدخل ديال الدفاع دائما فرصة لفائدة فريق الرجاء، فرصة من الجهة اليسرى بواسطة اللاعب سفيان ولاعب الياس حداد ديال الصعود للاعب الياس حداد الياسي. حكم خلى امتياز بهذا الكرة لاعب لفائدة فريق الرجاء سفيان الرحيمي. سفيان الرحيمي دائما محتفظ بالكرة، كيحاول المراوغة، وكان تدخل ديال اللاعب سفيان الشراف. من جديد عمر بوطيب اتجاه الحافظي، الفرصة لبيضة فريق الرجاء ممتاز. الحافظي في الطريقة باش حصل الكرة، والمتابعة ديال المدافع بن عيسى بن عمر اللي كيبعد الكرة. الآن أصبح الضغط ديال فريق الرجاء. عمر بوطيب التمريرة، هذه فرصة عند زكريا حدراف. حدراف شنو غادي يعمل زكريا حدراف؟ وتدخل دون ارتكاب الخطأ، تدخل وافتكاك الكرة. بين رضوان المرابط وحمد فوزير، سند الورفلي. تخرج الكرة للشرط، الشرط لفائدة فريق اتحاد طنجة. حدث كبير كلمسوه سواء على مستوى المدرجات، واللي كينعكس حتى الآن بشكل إيجابي على اللاعبين داخل رقعة الميدان. كل فريق يحاول أنه يوجد حلول أنه يوصل للمرمى. الرجاء لتعديل الكفه، اتحاد الرجاء لاضافه هدف اخر في هذه المباراه. رفعت الكره داخل المعترك وسال في يد الحارس انس الزليتي. بسرعه اللاعب عمر بوطيب رجع الكره من جديد انس الزليتي. حداد الخطا غادي يكون فادح لانه وقت مرة الياس حداد. محمد عدويك ما تابعش الكره، وبالتالي كان بامكان افتكاك الكره في هذا المكان يكون خطر على المرمى ديال فريق الرجاء. اسامه غريب وقع الهدف الوحيد حتى الان. عمر بوطيب من جديد، أسامة غريب، كرة طويلة، تدخل إلياس حداد. حكى
الحكم المساعد اللي يعلن الخطا اللي فيدت مسابقة غريب مع تدخل ديال سفيان الرحيمي اللي خاع النهائي على مستوى منافسه كاس العرش بالاجماع الفريقين كيبحثوا عن اول لقب هذه المنافسات الغاليه على كل فرق والانديه الوطنيه حديث حول المداد الفاسي والنهضه البركانيه وبالتالي منافسه كاس العرش تنتظر بطل جديد ومتوج جديد في هذه المسابقه بعد خروج حامل اللقب فريق الرجاء خصوصا بانه الفريقين لا النهضه البركانيه ولا الوداد الفاسي هم تحت تاطير اطارين وطنيين حسن اغني ومنير الشعواني اللي نجحوا في الوصول للمباراه النهائيه اللي كان فريق الوداد الفاسي يصير اللقاء النهائي لاول مره في فريق النهضه البركانيه المره الثالثه كي غادي يناقش الحظوظ ديالو في الفوز باللقب بعد سنه 1987 كان خسر امام الكوكب مراكشي برباعيه و2014 امام الفتح الرباطي بهدفين لا شيء كان انذاك يقوده عبد الرحيم الطالب المدرب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديد يتبنوا له الشفاء العاجل الى حافظي حافظي كيمر في الجهه كيمر في الجهه الياسي محمد الفوزير اسامه غريب احمد الشنتوف عمر العرجون من جديد اسامه غريب في وسط الميدان الوقت اللي هناك سقوط ديال اسامه غريب وانذار لسفيان الرحيمي انذار لسفيان الرحيمي انذار الثاني في صفوف فريق الرجاء بعد عبد الاله الحافظي انذار هو لعبد الاله حافظي كرة طويلة كرة خارج ارضية الملعب ضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء انس زنيتي لاحظوا خوان كارلوس كاريدو المدرب اللي كيبحث الان على الحلول عمر العرجون احمد الشنتوف كرة خرجت بالفعل شرطي فائدة فريق الرجاء اللي غادي ينفذوا عمر ابو طيب كما ذكرت الجمهور المغربي والجماهير البيضاويه مطالبه بمسانده المنتخب الوطني المغربي في مباراته امام منتخب الكاميرون لقاء مهم بحث عن الفوز عن كذا ديال النقاط تكون مهمة للعناصر الوطنية في الوقت اللي هناك تغيير خروج ديندا مولر مدافع يسار ودخول عشرين شبيرة دخول عشرين شبيرة وخروج ديندا فيما صور جميلة على مستوى المدرجات جماهير الطرجاوية من جديد تبدع على مستوى التشجيع خلال الهواتف الهدفية تعطي صورة وتعطي رونق خاص على مستوى المدرجات سفيان الرحيمي محمد الدويك كرة عند عمر بوطيب تدخل العرجون اللي كيبعاد الكرة الوقت هناك سقوط العرجون وسفيان الرحيمي سند الورفلي شوط فائدة فريق الرجاء
عندهاش فرص ثانيه على الجيل في بدايه الجوله الثانيه، وحنا كنلعبوا الان الدقيقه 66 دائما 1-0 لبين فريق اتحاد طنجه. هدف اسامه غريب والكره في الجهه اليمنى عند عمر بوطيب، عمر بوطيب تمكن انه يحصل الكره، عمر بوطيب ينتظر المسانده، ضربه الكره فعلا كبير الوادي غيتنفذ الشرط. سفيان رحيبي، سفيان رحيبي وتدخل اسامه غريب كيبعد الكره من جديد للشرط دون ارتكاب خطا. حافظي من جديد شرط لفائده فريق الرجاء، يبحث عن الحلول، يبحث عن الطرق المؤديه للمرمى وطاح. ياسي، ياسي ضاعت منه الكره في محل المرتد الهجومي لان كيقودوا اللعيبه شتوف شتوف عند مهدي النغمي. العوده ديال محمد الدويك ممتاز، محمد الدويك دون ارتكاب الخطا مشات كره عند زكريا حدراف، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. زكريا حدراف، حدراف غادي يعمل، حدراف كيتهز المسيطر مع الكره، فرصه فرصه وتدخل مسابه غريب. لو مرات الكره لان كان التواجد ديال عبد الاله الحافظي وكنعرفوا القوه ديال عبد الاله الحافظي خصوصا على مستوى التسديد. نتابعوا من جديد اسامه غريب في المكان المناسب بعد الخطوره من جديد. الراسيه ديال نياسي كتمشي فوق المرمى، تابعنا فرصه لفائده فريق الرجاء. كل ما كان هناك كرة ثابتة إلى صعود ياسين، صعود إلياس حداد وكذلك المدافع الليبي سند الورفلي. إذا راسية ياسين كتمشي فوق المرمى، تابعوا من جديد راسية بعيدة على المرمى الحارس طارق أوطا. تنفذ ضربة مرمى، نعيش حدث كبير على مستوى المدرجات سواء جماهير الجوية أو الجماهير الرجاوية في مباراة كبيرة بين الفريقين. نفتح الشرط، عمر بوطيب، أنس أفليتي، سند الورفلي، عبشين جميرة، جميرة كيلعب الكرة طويلة في اتجاه لاعب زكريا حدراف، تدخل من حساب بن عمر عند اللاعب سفيان أشرف. محمد فوزير، رضوان المرابط، الكره كتخرج للشرط، شرط لفائده فريق الرجاء. التواجد كذلك معي ريستون جونيور اللاعب والمهاجم الكاميروني يصوب فريق اتحاد طنجه. الوقت اللي الان غادي يكون خروج عبد الكبير الوادي ودخول ايوب القعداوي. ايوب القعداوي اللاعب السابق لنادي القرافي للاتحاد الخامسة كذلك الشباب عطف الاخرى هذا الموسم رفقة فريق اتحاد طنجة. اذا دخول ايوب القعداوي عبشين جبيرة كرة الحارس أنس الخديجي، لفت الخطأ إلياس حداد كرشع كرة لأنس الخديجي من جديد. إلياس حداد، محمد الدويك، أنس الخديجي، سند الورفلي، كرة طويلة تجي لاعب عبد الإله الحافظي ولكن كتخرج خارج أرضية الملعب. شرط لفائدة فريق اتحاد طنجة. عبد الإله الحافظي الوقت اللي كان استدعاه في المباراتين اللي كانت أمام جزر القبور غاب عنهم بسبب الإصابة. عبد الإله الحافظي غادي يكون حاضر أمام المنتخب القطري، طموح أي لاعب أنه يكون مع المنتخب الوطني المغربي في فرصة. ولكن الحكم رافع الراية، الحكم رافع الراية، لاعب تسلل ديال لاعب محمد فوزير أمامنا. قلت حلم ديال أي لاعب هو أنه يحمل قميص ديال المنتخب الوطني المغربي ويمثل البلد ديالو الوطني.
فرصة لاعب أحمد الشنجوف، تمريرة من أيوب القعداوي أخو الإلياس حداد. كنقول بأنه الرجاء أفضل في هذه الجولة الثانية، ولو أن غياب المحاولات السانحة لأجيل وحسين ياجور. أقرب الكرة كان رضوان المرابط، مراوغة ممتازة، ممتاز لاعب رضوان المرابط، كيف رفج لاعب محمد بوزير تمريرة، ولكن تمكن منها رضوان المرابط من الجهة اليمنى، ينتظر المساندة المرابط. والحكم كيقول شرط بعيدة فريق اتحاد طنجة. قبل حتى الهدف اللي سجلوا فريق اتحاد طنجة خلصوا بشكل كبير من الضغط، بالإضافة للفوز المهم اللي حققوا خارج الميدان أمام فريق حسنية أكادير بالهدف بواسطة محمد الوزير. نتابعوا الزاوية، أحمد الشنجوف يلفت الزاوية وخروج موفق للحارس أنس أزليتي. أنس أزليتي بسرعة إلى حافظي، حافظي وصل للكرة، كينتظر المساندة ياجور وسفيان رحيمي، كيلعب الكرة في الجهة اليمنى في اللاعب زكريا حدرف، في الوقت اللي كان تدخل ديال أسامة غريب. سفيان الشراف وسط الميدان عند الشنجوف، تدخل ديال الحافظي دون ارتكاب خطأ، سقطت كرة، هذه فرصة لمحسن ياجور، محسن ياجور يسدد والكرة مشات جانبا، فرصة لفائدة فريق الرجاء بواسطة محسن ياجور. كان سينان لاحظوا الحقيقة باش خدع الكرة، يسدد بالرجل اليسرى، الكرة مشات جانبا من القائمة اليسرى لمرمى الحارس طارق أوطاح اللي سقط عند فوق أرضية الملعب. تابعوا من جديد الفرصة لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي من أجل تسجيل وتعديل الكفة. وقت لطارق أوطاح سقط فوق أرضية الملعب، تحدث عن المنتخب الوطني المغربي وارتباط مع المنتخبات الوطنيه، فكرف على دور الاتحاد الشمالي افريقيا اللي كيتجرى بتونس، واللي كيعرف مشاركه المنتخب الوطني المغربي لاقل من 15 سنه. واجه يوم السبت الماضي بملعب القرن في تونس المنتخب التونسي، اللقاء اللي كان انتهى 0-2، ثم واجه يوم الاثنين الماضي المنتخب الجزائري وتغلب عليه 4-2، هدفي مهدي موهوب ومحمد امين السهل. وتكون عنده مباراة أمام المنتخب الليبي، الدورة اللي كتجرى في نظام دوري مصغر، فرصة لاحتكاك لهذا المنتخب، منتخب أقل من 15 سنة، هو منتخب مستقبل كرة القدم الوطنية، كما قلت هو فرصة لتحضير استحقاقات القارية المقبلة. الوقت غادي يدخل المنتخب أقل من 23 سنة معسكر تدريبي تحت قيادة الهولندي مارك فورت، وذلك من 11 إلى 20 من الشهر الجديدة. وغادي يكون هناك فرصة لمواجهة منتخب الكابون في لقاءين وديين 15 و19 من هذا الشهر. مهدي النغمي عند لاعب سفيان الشراف، تمريرة في الجهة اليسرى عند أيوب القعداوي، ما كانش في وضع التسلل أيوب القعداوي، واش غادي يعمل القعداوي؟ غادي يحاول أنه يمرر، بالفعل كان رفع الكرة وخروج الحارس أنس الزيتي بكل سهولة، بسرعة كيلعب الكرة في اتجاه لاعب سفيان رحيمي. كل ما ارتفع الايقاع كل ما اكيد غنتابعوا محاولة التسجيل. وحسين ياجور، ياجور محاولة المراوغة، ياجور تفكر بالمراوغة شو غادي يعمل، ولكن تعثر على المساندة، بالتالي ضاعت منه الكرة. عمر العرجون مازال محتفظ بالكرة، كيرجع الكرة لأيوب الخليقي، أحمد الشنجوف، مراوغة ممتازة للشنجوف يمرر اتجاه لاعب مهدي النغمي. مهدي النغمي في اتجاه لاعب الشراف اللي غيحاول يسدد، كيسدد ولكن جات بعيدة. كانت فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة، ولكن مشات بعيد على مرمى الحارس أنس الزيتي في الوقت اللي لاعب عمر العرجون مازال سقط فوق أرضية الملعب. ونحن نقترب من ربع ساعة الأخيرة من الوقت الأصلي للجولة الثانية، إذا 1-0 لفائدة فريق اتحاد طنجة، هدف لاعب أسامة غريب.
واجبين فظهر المدافع الايسر كحل من الحلول من بين الهدافين ديال الفريق في بدايه الموسم الهدي النغمي عبد الوادي محمد فوزير وكاميرون رستان امباي اللي مسجل جوج اهداف اللي فعلت فريق اتحاد طنجه. غنتابعوا الخطا تابعوا من جديد التدخل كان ديال اللاعب بن عيسى بن عمر في حق اللاعب سفيان الرحيمي. زكريا حدراف ومحاولات من فريق الرجاء لتسجيل هدف التعادل. زكريا حدراف جدار صافرة ديال الحكم تفتت الكرة دائرية راسية وتدخل ممتاز للحارس طارق قطاح. كانت راسية وتدخل الحارس طارق قطاح راسية لعبة محسن عياجور. تابعوا من جديد محسن عياجور راسية اللي مشات بين يدي الحارس طارق قطاح اللي كان في المكان المناسب في الوقت اللي هناك خطأ لفائدة فريق اتحاد طنجة. وغادي يكون هناك تغيير أنس جبرون هو اللي كيستعد الآن للدخول. تغيير آخر في صف فريق الرجاء وخروج لاعب إبراهيم نياسي خروج لاعب السنغالي ودخول أنس جبرون لاعب سابق لفريق المغرب التطواني. سألو يعطي دفاع آخر على مستوى الهجوم وسط ميدان الهجوم ديال فريق الرجاء. عمر عرجون بن عيسى بن عمر من جديد العرجون كيلعب الكرة طويلة تدخل عبد الجليل جبيرة طات الكرة للحارس أنس أزنيتي. خوان كارلوس غاريدو استنفد التغييرات الثلاث بدخول جبيرة دخول ياجور وأنس جبرون في الوقت اللي هذه فرصة وكان خروج الحارس أنس أزنيتي في الوقت اللي اتحاد طنجة والملك الجليلي أيوب الكعداوي واللاعب سفيان الشراف. هذه فرصة تمريرة من الجهة اليمنى أنس جبرون حكم مساعد رفع الراية العودة من وضعية تسلل. خطأ لفائدة فريق اتحاد طنجة. الجولة الثامنة كذلك كتحمل لقاءات ومباريات مهمة عن كل المباريات غتكون صعبة للأندية الوطنية لأنه كما قلت كل الفرق تبحث عن نتائج إيجابية. لعبات الكرة هذه فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة وتدخل المدافع سند الورفلي اللي بعد هذا الكرة كانت فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة. الجولة الثامنة تتحمل مباراة مهمة تبع الفرصة وسط اللاعب زكريا حدراف. حدراف هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء هو صاحب الحل هو صاحب الحل عبد الإله الحافظي هو من تمكن من تسجيل هدف التعادل لفائدة فريق الرجاء. كان مرتد هجومي سريع فرحة كبيرة لجماهير الرجاء بهذا الهدف تمريرة من الجهة الأخرى. ولاحظوا بأن خوان كارلوس غاريدو تنفس السعداء بهدف التعادل لصاحب اختصاص وصاحب الحل اللاعب الدولي عبد الإله الحافظي في المكان المناسب كيتمكن من تسجيل الهدف هو الهدف الثاني بملعب مدينة طنجة بعدما كان سجل هدف في مرمى فريق وداد فاس. لاحظوا تقريبا بنفس الطريقة كيتمكن من تعديل الكفة. لاحظوا زكريا حدراف رفع الرأس ديالو مرر في القائمة الثاني تواجد عبد الإله الحافظي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. إذا واحد لواحد هدف اللي كيجي على بعد 10 ديال الدقائق من نهاية الجولة الثانية والمباراة واللي غنخلي الآن تبقى 10 دقائق غتكون مشتعلة بين الفريقين. فريق الرجاء يمكن نقول بأنه آمن بحظوظه في تسجيل هدف التعادل وحتى التغييرات اللي قام بهم خوان كارلوس غاريدو بإدخال جبرون دخول ياجور وكذلك عبد الجليل جبيرة حتى أنه يعطي دفعة أخرى على مستوى الهجوم المساندة الهجومية. لأن كنعرفوا عبد الجليل جبيرة من اللاعبين اللي
عنده كذلك الحس الهجومي. فريق الرجاء إذن كيتمكن من تشكيل وتعديل الكفة. أنا الجبرون حافظي كان تدخل من مسافة غريب من جديد. الكرة في اللاعب سفيان رحيمي رحيمي غيحاول انه يمرر تدخل العرجون. محاولة إبعاد وإخراج الكرة أيوب دعداوي تمرير فقط عند عمر بوطيب. محمد عدويك من جديد عند لاعب أنا الجبرون الحافظي عمر بوطيب. 10 دقائق الأخيرة سفيان رحيمي غيحاول انه يمرر. سفيان رحيمي دائما محتفظ بالكرة. تمريرة هذه فرصة لإفادة فريق الرجاء تسديدة ولكن جات نقطة المرمى. التسديدات كانت ديال اللاعب محمد عدويك اللي كنقول انه قام بمباراة جيدة. لاعب محمد عدويك وصل على مستوى استرجاع وافتكاك الكرة في وسط الميدان. إذا 1-1 بين الفريقين في مباراة صراحة جميلة ومباراة حتى الآن الجمهور الحاضر كيستمتع بأداء جيد بالنسبة للفريقين. تحدثت على الجولة المقبلة الجولة اللي كذلك تحمل مباريات قوية يوم الجمعة المقبل حتى أكادير يستقبل فريق أولمبيك أسافي من الساعة 8 مساء يوم السبت مدينة وجدة يوسف برشيد المغرب اعتدواني سريع وتزم ديفان حسن الجديد فتح الرباطي. يوم الأحد الرجاء يستقبل كوكب مراكشي جيش الملكي اتحاد طنجة. شباب الريف العسيمي الوداد وأولمبيك خريبكة يستقبل فريق النهضة الأمريكانية بداية الساعة 6 مساء. فريق الرجاء في إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس كان عندي اتصال مع المسؤولين ديالو فحتى الآن الفريق في بحث عن ملعب لاحتضان هذه المباراة. قد يكون ملعب أبجيكوم حتى الآن الأقرب لاحتضان هذه المواجهة. عمر العرجون كرة في الجهة اليسرى أسامة غريب تبعد فرصة أيوب القعداوي مشى انطلاقة أيوب القعداوي توضع الكرة فرصة تسديدة ولكن جات سهلة في يد الحارس حين التي كانت تسديدة ديال اللاعب امامنا المهدي المغربي يسدد. وانا الزيتي في المكان المناسب في مصلحه المنتظر سريع زكريا حدراف والعوده الموفقه ديال المدافع رضوان المرابط. رضوان المرابط لاعب محتفظ بالكره يحاول انه يخرج الكره ولكن الحكم منح خطا لفائده فريق اتحاد طنجه اللي كتبعوا الفرصه كانت بواسطة أيوب القعداوي لعب الكرة بالكعب ووضع الكرة أمام المهدي المغربي اللي كيسدد ولكن تسديده مشات سهلة في يد الحارس أنس الزنيتي. مباراة متوقفة مازال سقط لاعب رضوان المرابط. لاحظوا الروح الرياضية الكبيرة من اللاعبين وهذوما الصور الجميلة اللي كنتابعوهم على مستوى اللاعبين رغم المنافسة فيما كنتابعوا. هدف عبيلة عافي حافظي. شكر خاص لكل الزملاء التقنيين يقربونا بكل كبيرة وصغيرة في مباراة كبيرة. جانب من الجماهير اكيد ديال اتحاد طنجة رغم تسجيل هدف التعادل تواصل المساندة تواصل التشجيع فيما فرحة في الضفة الأخرى للجماهير الخضراء جماهير الرجاء. وصل بأنه جماهير الرجاء كانت تعرف بأنه اللاعبين بحاجة للدعم بحاجة للمساندة كما قلت مع الخروج من منافسات كأس العرش لأنه القادم كذلك مهم لفريق الرجاء على مستوى كأس الكونفدرالية الإفريقية. طموح الجماهير هو الفوز بهذا اللقب الإفريقي وكذلك البطولة العربية على الأقل الوصول للأدوار النهائية. وصل بأنه مبالغ مالية مغرية في هذه البطولة العربية. نتابعوا الشرط أسامة غريب كينفذ الشرط البحث على أيوب القعداوي. سفيان رحيمي محاولة إبعاد الكرة. محمد عدويك في المكان المناسب يخرج الكرة للشرط أمام اللاعب محمد عدويك ويتنفذ الشرط إبعاد الكرة أيوب الخليقي عمر بوطيب زكريا حدراف اختراع مع اللاعب رضوان المرابط
هناك خطا بالفعل للاعب رضوان المرابط بعد دخول ديال زكريا حدراف. نعيش الخمس دقائق الاخيره من الوقت الاصلي للجوله الثانيه. ايوب الخليخي يلعب الكره طويله، ابعاد الكره من سفيان الرحيمي. اسامه غريب كينفذ الشرط، وصلت الكره للاعب سفيان الشراف. وحمد فوزير تسديده العارضه ترد. محمد فوزير يسدد والعارضه ترد، فيما هناك صافره من الحكم. كانت فرصه لفائده فريق اتحاد طنجه لاضافه الهدف الثاني. العارضه نابت على الحارس انس زنيتي. لاحظوا تسديده جميله للاعب محمد فوزير. لو تسجل الهدف كان بامكانه يكون واحد من اجمل الاهداف. لاحظوا بالرجل اليسرى والعارضه تقول لا وترد كرة هي الأخطر لاتحاد طنجة في هذه الجولة التالية. إذا خروج أحمد الشتوف ودخول لاعب آخر سبق له حمل ألوان فريق الرجاء وعمر النجدي. عمر النجدي اللاعب السابق لحسنية أكادير للرجاء الرياضي البيضاوي ولفريق المقاصة المصري. وبالتالي المدرب أحمد العجلاني يبحث عن الحلول الهجومية في هذه الدقائق الأخيرة. سفيان الشراف كره في الجهه اليمنى، كنخدم على الجهه اليمنى ديال فريق اتحاد طنجه نشيطه. ايوب قعداوي ما كانش في وضعيه ديال التسلل. ايوب قعداوي لاعب محترف في الكره. قعداوي كيمرر دائما الخطوره داخل المعترك. محاوله التمرير تدخل كبيره هذه فرصه لبعيده فريق اتحاد طنجه. تسديده وتدخل هذه المره للمدافع الياس حداد اللي كيبعد الكره للزاويه الزاويه لفائده فريق اتحاد طنجه. كان من جديد لاحظوا المحاولة الأخيرة حمل الخطورة على مرمى الحارس أنس أزليتي والكرة في الزاوية، الزاوية لفائدة فريق اتحاد طنجة. كنا كنلعبوا أقل من ثلاثة ديال الدقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني. الكرة من الجهة اليسرى لعبات الكرة تمريرة رأسية تدخل لاعب سفيان الرحيمي. دائما الخطورة هناك خطأ بالفعل، هناك خطأ لفائدة فريق اتحاد طنجة. كان تدخل أمام لاعب محمد فوزير. محمد فوزير يستعد لتنفيذ هذا الخطأ. رفعت الكرة فرصة وتخرج موفق للحارس أنس عزليتي في المكان المناسب. الحكم كيمنع خطأ للحارس أنس عزليتي. غادي يكون هناك إنذار بالفعل، انذار للاعب عمر النجدي اللي دخل منذ قليل. عمر النجدي مازال كيبحث على مكان رسمي في تشكيله وكتيبه المدرب احمد العجلاني. لاعب اللي كيحاول يسترجع امكانياته التقنيه والبدنيه. شرط لفائده فريق الرجاء عمر بوطيب. انس جبرون شنو غادي يعمل جبرون؟ يسدد من جديد. كترجع الكره لانس جبرون. التدخل ديال اللاعب سفيان الشراف لبحث عن المرتدات الهجوميه. محمد فوزير من جديد الشراف ولكن اقرب لعبد الجليل جبيره. عبد الجليل جبيره الصعود ديال جبيره. وصلت الكرة لزكريا حدراف بعد إبعاد الكرة من ممتاز اللاعب زكريا حدراف. هذه فرصة لبعيدة فريق الرجاء. تمريرة تدخل أيوب الخليقي الوقت اللي زكريا حدراف. هناك إصابة على مستوى الرجل اليمنى زكريا حدراف. يحاول أنه يمرر. تدخل أيوب الخليقي. عمر العرجون كرة طويلة. خروج الحارس انس زنيتي كيمرر اتجاه اللاعب الياس حداد في انتظار انه الان نتعرفوا على الوقت بدل الضائع لهذه الجوله الثانيه والمباراه. اسامه غريب يبعد الكره. اذا اربع ديال الدقائق وقت بدل ضائع لهذه الجوله الثانيه.
اعلنوا الحكم الرابع محمد تسابيت. المباراه اللي قاد طاقم التحكيم صراحه بكل اقتدار، هناك خطا لفيدة فريق الرجاء. الحكم كيطلب من لاعبي ديال فريق الرجاء انهم ينفذوا الخطا من المكان اللي ترتكب فيه الخطا. اذا انتهت المباراه على هذا التعادل، باقي يبقى اتحاد طنجة دائما في بحث عن اول انتصار له بالميدان. فريق الرجاء اكيد التعادل التالي، ولكن المباراه مازال ما انتهتش. فوزي رفع الكره ولكن كانت بعيده، كانت محاوله وكان بحث اللاعب عمر عنجدي، الكره مشات خارج ارضيه الملعب. عجلين جبيره، رجعت كره الحارس انس عزليتي، تبريره في اتجاه لاعب زكريا حدراف. حدراف طريقه ممتازه باش خسر الكره، ينتظر المسانده، كبر في اتجاه اللاعب سفيان رحيبي. رحيبي هو الشرط لفائده فريق الرجاء. حفيظ كينفذ الشرط، محمد الدويك على جبرون، ممتازه من جبرون وتدخل ايوب الخالقي. عمر العرجون واحد من اللاعبين اللي قدموا مردود طيب في هذه المباراه، عمر العرجون اللي قلت من اللاعبين، هناك خطا من اللاعبين اللي تكونوا في مدرسه فريق الرجاء اللي اعطت عدد كبير من اللاعبين، وهذا هو اللي خلى الان المسؤولين انهم يرجعوا يفكروا في فتح مدرسه التكوين لفريق الرجاء في انتظار الاكاديميه ديال النادي الاخضر اللي بامكانها انها تحتضن مواهب كثيره اللي كنتابعوها في كل الملاعب الوطنيه. وهذوما الفرق الكبيره هي اللي بامكانها ان تنتج عدد من اللاعبين وانها تحتضن عدد كبير من المواهب. محمد فوزير تابعت فرصه لفائده فريق اتحاد طنجه. اتحاد طنجه مازال عنده اصرار في انه لبلا انه يخطف هدف الفوز في هذه المباراه، ويخطف ثلاثه ديال النقاط المهمه في هذا اللقاء، ويهديها لهذه الجماهير الكبيره اللي حضرت اليوم. تابعوا هذه الفرصه قد تكون الاخيره لفريق اتحاد طنجه. اسامه غريب وراء الكره، محمد فوزير مشى الان، وبالتالي اسامه غريب خلى الكره لمحمد فوزير. الحكم يطلب من اللاعبين انهم يعطوا الامتار القانونيه للاعبين الان كيشكلوا الحائط، ثلاثه ديال اللاعبين. واعتقد انه محمد فوزير غادي يحاول يلعب كره دائريه داخل معترك لعبات الكره، تدخل لاعب سفيان رحيمي اللي كيبعد الكره للزاويه. زاويه لفريق اتحاد طنجه امامنا سفيان رحيمي في ادواره كذلك الدفاعيه في هذه المباراه، والكره من الجهه اليمنى لمرمى الحارس انس عزليتي. ايوب خالقي بسرعه عند محمد الفوزير في الوقت اللي الحكم توفيق كورير يعلن عن نهايه المباراه بالتعادل الايجابي. هدف لمدي اسامه غريب سجل الهدف الاول في الانفاس.